خليكم على نفس الموجة. مرحبا بكم من جديد، نشكركم برشا على الثقة المتجددة والدائمة، شكرا لاختياركم 91.5 95.5 105.6 لتحقتوا بنا زادة توا في المشاهدة. نسلم عليكم برشا وقيد كلمة بكلمة كلمة بكلمة كلمة بكلمة. أي سيدي، الموضوع السحر والشعوذة. البلورة شفتوا غزروا لي باش روحاني باهي بالحق توش نحكيو سيريوزمون، خاطر بالحق برشا عائلات تدمرت وبرشا عباد تعبت وبرشا ناس تعذبت. ما نحبش انا نحكي بطريقه سلبيه، ولكن بالحق ما فيناش واحد ممكن ما تقلقش منه الموضوع والا ما شافش على عينيه الموضوع، واحساس خايب على الاخر اللي نجم ولا قدر واللطف على كل حد ينجم يحسه، انه فما ناس تلتجئ من الغيره من الحقد، ما تحبش تراك لاباس، تحبش تراك خير منها، يلتجئوا انهم يعملوا بطرق هذه السحر والشعوذه هذه. نبدا معك انت سامي دريده، تفضل. والله موضوع مهم باش نحكيو فيه. قبل ما نبدا ونقول انا ساعه يلتجئ باش يعمل السحر انسان عنده قله ايمان بربي، معناها ما يؤمنش بربي وما عندوش معناها الصبر، وساعات خاطر الواحد ساعات كي يدخل في غولاسيون وربي ما قدرلوش باش يكملها، مع ما يقول لك ماذايا مش قدير ربي، لازم يكمل معاه اموره اللي قاعدين نشوف فيهم اللي قاعدين نشوف فيهم في برشا حالات قاعدين نشوف فيهم. انا والله انا مش ما تضحكوش عليه، راني ساعات نحس روحي مسحور انا والله تابعوا السحر الكل مع بعض هذاك، خاطر برشا حاجات نحس روحي باش نوصل لهم مش قاعد نوصل لهم. لا لا ونجم نوصلهم مش نوصلهم، هذيك حاجه اخرى. شوف لا لا انا نعرف خاطر مع شكون عشت وانتوراجي شنو كان فيه، وكما قلت انت قبيله الحسد والبغض موجود على الاخر، راني نحس في ثم حاجه رزينه في كتفي، انا واحد من الناس ثم حاجه رزينه وديما نمن بربي. شوف محلاها الايمان بربي قوي، وحتى كان ثم حاجه ربي يهلكهم. انا تو باش نحكي على العباد اللي صارت عليهم النوعيه هذه نتاع الممارسات نتاع السحر اللي موجوده ونراو فيهم. نحن عندنا واحده في حومتنا تعمل الشعوذة، والله تعمل الشعوذة والعبيد تجاه والعبيد راه كراه براي مدخ ما تقف راه شيء يدوغ. بما بين المواضيع اللي نسمع فيها، معناها ثم امرأة مصرة إصرارا تاما إنها تطلق راجل من مرته، مصرة إصرار ما فماش ما فماش ما فماش ماشية جاية عليها، والأخرى تعطي في الأمور ما عرفش شنو تعطي بالضبط. اللي سمعنا بها الحكاية هذه إنه إيفيكتيفمون المرأة الراجل هذاك طلق مرته، معناها توصل معناها. شوف هذه معناها حاجه كامل اللي كان انا سمعت به وشفتها على عيني، معناها المراه وشفتها قاعده نشوف فيها تمشي وتجي ما نقصها شيء، لبس عليها مزيانه الله غالب، معناها ما وصلتش بالطرق اللي كما نقولوا القانونيه، مشات بالطرق اللي مسموح اللي هو مش مسموح بهم غير المراه راجل معرس مش مسموح بهم. دونك السحر عندي انا شوف قله ايمان في ربي وحسبهم ربي، وبالحق نقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ياذي عبد يحب يدمر عبد ينحي ينغص على عبد. توصل حتى الخدمه راهي توصل الموت، توصل الموت توصل الموت الحكايه توصل الموت، عبد ماتت بها حكايه السحر والشعوذه هذيرا فيها موت. دونك انا واحد من الناس نقول كان مبارك حسبي الله ونعم الوكيل في اي انسان مش يضرني انا يحاول يضر اي بشر اخر، لا حول له ولا قوه. وهو كذلك محمد يشري موضوع يتعالج من برشا زوايا حقيقه، كثقافه مجتمع كثقافه نتناولوا فيه كبين احنا التوانسه تو احنا نسمعوا في التوانسه اعتبار شنو يحكي. اي هو كثقافه مجتمع، واش كان المجتمع التونسي راهو شمال افريقيا، شمال افريقيا احنا كي نرجعوا حتى لتاريخنا الكاهنه كانت تؤمن بالسحر، الكاهنه ونعرفوا تاريخ الكاهنه والجبروت نتاع الكاهنه كانت من اكبر المؤمنات بالسحر والشعوذه وغيره. موجوده ايضا مش كان في دول عربيه راهو، وما عندهاش علاقه بالمسلمين ولا واللي غير المسلمين، موجوده في برشا دول كما نحكيو على الهند نحكيو على كل الافريكان زاد في بالي موجوده في الاسود موجود المغرب زاد في كل فنزويلا في الدول امريكا هذيك اللاتينيه موجوده جنوب افريقيا معروفين بها. هي ثقافات مجتمعات، لكن احنا كي نتناولوها من جانب اخر من جانب عقائدي من جانب ديني، انا إيماني الشخصي إذا كان علاقتي أنا وربي سبحانه وتعالى مبنية علاقة مبنية صحيحة، معناها مبنية على أسس، أنا كي بزي. نتوكل على ربي كي نخرج، أنا كي نقوم بفروضي، أنا نقوم بواجباتي تجاه المولى عز وجل بنوايا صادقة، أنا كي ندعي ربي أحب تقول يا ربي استرني، يعني ربي سميع الدعاء راهو فهمتني. ما نخافش
الله يك تقول لي انت هذاك راه فيه السحر وكول ولا فيه كذا وتعدى علاش ما نخافش لانك انت راهي اعظم كلمه اعظم كلمه في القران. انا مانيش راني نفتي انا نحكي على روحي وحقي نقول نعظم الكلمه نحب عليها في القران. ساعات خاطر الكلمه في القران تمثلك تحسها تحكي عليك انت سبيسيفيكمون. اعظم كلمه في القران انه بسم الله الرحمن الرحيم. انت يعني يعني حطيت اسم المولى عز وجل قبل كل شيء. انت سميت بسم الله ما تخاف من شيء. انت معاك ربي العالم الكل مش قادر يضرك. يبدا معاك المولى عز وجل ولا انسان في الدنيا قادر يضرك. الطرق موجوده هالملتويه وهالسحرة وهالمشعوذين وراهو في نسبه كبيره منهم متحيلين يفكوا في فلوس العباد وعاملين ثروه دجاله راهم الدجاله ما يقولكش تلقاه في دار خربه وتلقاه قاعد على الجلد تحسوا يسخر كذا بل منجم وتمد له ويطيش تحت الجلد عرفتوا ما يحبش يتلفت لوطه لكن مكونين فلوس كبيره للأسف كبير. للأسف برشا شديد تصدق فيهم وتمشي لهم وتدفع فلوسهم مش حتى تصدق فيهم وتحط في حياتها فما ناس تلقاها في أبارتمون في عمارة تلقاها لهنا اسم طبيب جينيكولوج والآخر طبيب علم نفس وما بيناتهم الروحاني فلان وفلان معنى الناس ما بالباتين ويدخل فلوس اكثر منهم ويدخل فلوس اكثر منهم صار كيما تشوف لي حل لا شوف لي حل لا تخي شوف لي حل هو شو هو مجسد بالواقع هو تجسيد للواقع هو جسد الواقع وعالجه شوف لي حل عالج عالج معالجك يعني اللي عزوا عليها يعني علماء الاجتماع ربما تحية لعلماء الاجتماع بالحق لا لا نحكي لك عالم الاجتماع ظهر لك يعمل كتاب ماهوش باش يوصل للناس الكل ماهوش التوانسة الكل باش يقراوه لكن سيت كوم كيما شوف لي حل فاهم زاد مش يفهموه الناس الكل لكن شوف لي حل بالبساطة نتاع الكتيبة نتاع حاتم بالحاج بالذكاء في الكتيبة بالشخصيات بكله على بعضه وصل الميساج اللي الشعوذة ما تنجمش تعالج طبيب طبيب والمشعوذ مشعوذ ساعات تفرض الظروف انهم يتعايشوا مع بعضهم يتعايشوا مع بعضهم وتناسبوا في الاخر ولكن افكارهم ما تتقابلش تقابلوا في النسب وفي العشره وفي كذا ويتناوشوا جور جور ولكن ما تفسدش العلاقات البشريه ولكن علمين هذاك فهمتني يمر بفرويد وكتب وكذا والاخر كارتا وديما يمشي وديما حتى الشخصيه اللي لابسوها نتاع جنات العرافه لكم دراسه كبيره من دراسه الشخصيه لابسوها شخصيه نتاع اللي عجبني ما عملوش حاجه تخوف نتاع الصغار نتاع بخورات هي بيتها تخاف ساعات هي من حاله هذيك اللي عجبتني انا ما عملوش اكل الطقوس نتاع المشعوذ اللي يخوف كما تشوفوهم احنا في الافلام الهنود وغيره اكل تحسوا فيه مرعب تخاف في فيلم مصري تاع هنيدي ذاكر اي الناس العام هذاك امل انا ديما نرجع الامل في الهنيدي اسمك الفيلم تاع الهنيدي اكل مش انا يا خالتي شكرا ملاك مش انا يا خالتي لا اكل يا انا يا خالتي انا مشى من التلفزه هو استاجير مشى للبلاصه في كل خرج وسق معزه يا انا يا خالتي انا يا خالتي في انا يا خالتي مش انا يا خالتي خلا نوصل خلا نوصل اللي مش هذاك يدخل جاءنا بين التاج جاءنا بين التاج يخدم صحفي وقتها انا كنت نشوف العراف نوع كيك وقزام تطلع بالريح الدوخ بالحق جنت العرافه بالحق جستوها محلاه كما قلت أي شخصيه طريفه لكن شخصيه فاشله في السحر وفي الشعوذه شو وريك الدجله لك تجري ورا الفلوس الشخصيه شني انانيه تجري ورا الفلوس ومجوعه روحها ومجوعه اللي دايرين بها شفت الفيانه شنو رايكم لو كان يكون موضوعنا هذا في مقاع الخابيه شويه اخر ونكملوا نحكيوا على السحر انت مسحور حمزه تحس من يبدا يعمل لك قصيت علينا مدام مسحور نفسه يرعش من لا لا خاطر احنا عندنا شو يحكي حمد تورهم مش خاطر بسم الله ارقي عرسني مو غادي شوي احكي لنا اخويا على السحر سحر سحر اغزلي احنا اليوم نحكيوا على حاجه موجوده في القران ولكن مالوغوزمون فما ولات عندنا كل بدعه في العالم العربي ككل معناتها في مجتمعنا مرغي الحاجات هذوما ما نشوفوهمش في الغرب محمد ما تلقاش الستيل هذايا عندهم, عندهم 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 من نوع اخر عندهم من نوع اخر طريقه اخرى عندهم على الاقل يا خويا تكهن عندهم عرفت الفازه نتاع يقراوا خط خط الحياه خط المسار الحياه اي انا كان مدري هذايا الساعه مجروح من الخطوط لا نحكيو على حاول بنتحها لا لا مسار حياتي نجم يحتسب حتى بتاريخ ميلادك قلت لك حذامي هي تو يقول لك فما انسان يقول لك عنده التابعة فما التابعة ضرت ناس فما بالك السحر عافانا وعافاكم الله
السحر بالحق حاجة من أخطر الحاجات اللي قاعدين نعيشوا فيها في حياتنا. وأنا مع أنه خطر تعديت قدامي شفت ديكا متاع قضايا باش نحكي قضايا، فما الناس شاكية ببعضها على السحر، فما شكون شدت امرأة تصبرها في حاجة ولا شدت امرأة باب دارها تحط لها في حاجات، فما شكون في الليل خرجت تلقاها ترش لها على كرهبة ولدها ويعاقب عليها قانون، هذا واقع. لكن أنا مع الصرامة في العقاب، مش أنك تعاقب بتاع ستة شهور ولا تعاقب بخطية ولا تعاقب تقف وتمشي الجلسة الأولى الجلسة الثانية الجلسة وتسامح في الأخير. لا أنا والله العظيم من منبري هذا ندعو أنه تطبيق قانون الحكاية هذه والسحر ومعالجة السحر والشعوذة يعادل قانون محاولة القتل. والله معاه هنا خاطر ما يفرقش وما يبعدش بالحق، ما يفرقش وما يبعدش. يسر انك تقتل عباد للأسف، تهب العبد وتخرجوا من سينته وتولي انسان مع شهور. نحكي لك على كا صارت مع في حومتنا، مش نذكر لا سامي لا عبد، صارت في حومتنا الله يرحمه وينعم. سيري حومتكم طوال البولي تخيط برا كمل ماشي يرجع المراه والله طوال يوصلوا بعضهم يسمعوا في الراديو يوصلوا بعضهم معناها زعما شكون انسان شخص ربي يرحمه ويغفر له وينعمه. اش عمل في صغره وما عملش، هذيك كل واحد معناتها بينه وبين مولاه. ولكن انسان معرس عنده ثلاثه نوارات، الكبيره فيهم 10 سنين الكبيرة، فما بالك يعني افهم يعني الصغار صغيرات. تدمر حياته في جرة واحدة، أكثر من نجم نقول عليها إنه واحدة باش ما نقولش كلمة أخرى خاطرنا في اللونتين. تدمر حياته، تعمل له سحر في جمعتين، السيد يدخل ويخرج في الحلة، هزوه للسبيطارات، هزوه للطب، هزوه للروحانيين، هزوه داروا به من قفصة البنزرت، ووصل حتى رقدوه في الرازي. الطبيب يقول لهم ريت التحاليل اللي عملوهم الكل ما عنده حتى شيء. يعني تصور انسان تعمله بيلون على بدنه كامل ما عنده حتى مرض، ما عنده حتى شيء. ناخذ عليك محمد، انا راهو في النقطه هذه بالذات، احنا توانسه كي تقول الواحد امشي لطبيب نفساني يحسها بزار وي اللي راهم في الخارج يهز روحه ويمشي للطبيب. علاش هي حاجه لازم هما يرميوا رواحهم على الطب النفساني؟ علاش خاطر ساعه الناس تعيش في ضغط كبير. احنا اليوم ماناش فايقين، مش في بالنا نعيشوا 20 30 سنه لتلي ماناش نعيشوا فيه الضغط هذاك. راهو اليوم الامبوتياج وحده ساعه يعمل لك ستريس، يعمل لك ضغط نفسي مع مشاكل مع مديونيه مع ارتفاع اسعار مع عندك صغار يقراوا وهذا من هنا وهذا يحب منا. الضغط النفسي راهو يولد حاجات اللي في عديد الحالات انا نعرف واحد لبس عليه دارهم في عوض اللي يهزوه للطبيب يجيبوا له في الشيوخ. وانت تفهم وحدك الشيخ هذايا نحب نفهم يجيبوا له في الشيخ يقرا عليه، تو انت باش تقرا كلام ربي تطلب في برشني اكحل وتطلب في دجاجه كحله يعني الشروط نرموها حتى الساذج. لا اصلا بمقابل الساذج اي بالمقابل الساذج ما تتعداش عليه. انت ولدك مريض هزه للطبيب وحاول كيفاش تستدرج، ونعرف انت انسان مريض مش ساهل باش يمشي لك للطبيب مش يقبل صحيح. حاول كيفاش تستدرج تهزه للطبيب النفساني جلسه اولى وثانيه وثالثه يولي هو يمشي واحد. راهو احنا اللي نقولوا هز للطبيب النفساني والا نسمعوا به يمشي للطبيب النفساني مسكين فلان خلوا خش في الحل خش. احنا ما حاولنا مش نحكيوا احنا كلنا خاشين نجيو نابليكوها ساعه ساعه تلقاك هذا يوصل للطبيب النفساني على روحك وتلوم في روحك خاطر الانفس راهو ربي سبحانه وتعالى عددها الانفس حالات النفس الاماره بالسوء والنفس اللوامه وبرشا انواع نفس انت سمى نوعيه ناس كبيه اللوامه فما ناس اللي يعمل حاجه هكا حتى ضرب قطوس بساق ويلوم روحه باهيه ترجع ديما ترجع محمد اللي يوصل يمشي يعني توصل به الحاله للطب النفسي فقط يتسمى محظوظ جدا. انا نحكي لك على كاره وقلت لك دخل وخرج في الحله جمعتين من زمان جمعتين 15 ولا 16 يوم من بعد خويا حاروا فيه ما لقاو حتى حل تلوح جثة هامدة محطوط في الدار من بعد 3 أيام 4 أيام وهز ربي نتاعو. يعني شوف ناس شنو تعمل تيتم عائلة تفرت عائلة شنو هي المصلحة الله أعلم. فما ناس فما نحكيو على مواضيع ما نعرفش شكون نجمو نذكروها في منابرنا الإعلامية ولا لو فما حاجات بالحق شيء يوقف المخ. فما ناس تقول لك في القبر المنسي فما ناس تقول لك بيت ميت فما ناس تقول لك راهو حاجات تقشعر لها الأبدان. ممكن حتى ما حد مسحور في البلاد هذه راهي البلاد بيد مسكينة هي البلاد هي أصلا مبنية على مبنية نحس على بلاد الرومان. تصور يا حما فما حاجة نسينا نحن الكل في عقائدنا انه ثم اذكار يتقالوا ثم كلام ربي يتقال باش يحفظك كل نهار
سواء في سفر سواء من السحر سواء من الحسد سواء من العين، غير احنا بعاد عليه شيء. فما علاج بسيط جدا سامي، انا نجم ننصح به في كلمه المواطنين واللي يسمعوا فينا الناس الكل، والله العظيم يعالجك نفسيا قبل لا يعالجك من المرض ولا من داء انت فيه. كي تجي ترقد ما فيها حتى شيء، ارقد على روحك يا اخي، ارقد في سلام، ولكن حط صورة البقرة تمشي عند راسك. والله نرقد في سلام تاع واحد سيء هز ربي بتاعه. لا 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 بالحق، ارقد على روحك معناها ارقد متهني، مش باش ينقص منك حتى شيء. حط الرقية الشرعية، حطها خليها تمشي صورة البقرة في التليفون. انا نعمل فيها وبالحق جت الوقت. اي واحد فينا عنده مشاكل، اي واحد فينا كي حطيتها الحمد لله يا ربي تحس في نفسانيتك، حتى المشاكل ما تحلتش الكل، ولكن نفسيتك تحسها تفردت شوية، خليها تمشي وارقد على روحك يا اخي. كي تقوم الصباح ما فيها شيء، 8 دقائق هي فيها اذكار الصباح، حطها تمشي لوطون اللي انت غسلت وجهك ولبست دبشك وبدلت حوايجك باش تخرج تقصد ربي تخدم ولا وين ماشي، حطك الاذكار الصباح، حط اذكار الصباح الصباح وتشوف كيفاش ربي تعدي نهارك مرتاح نفسانيا بالحق. باهي بتكلم لا نحكي سلام، 3 دقائق راح نتكلم. ارقد في سلام، ارقد في سلام، لا ترقد في سلام، لا تقول لي مسحور، لا تقول لي ما نعرفش عاملين لي موكليني وشربيني اخطاونا من هذا الكل. عيش حياتك وانسى الحاجات هذيك، حتى لو كان قالوا لك عاملين لك وموكلينك و انساهم، انساهم، تسمعهمش وما تحطهمش في مخ الحكايه هذه. ولكن نفسيا راي الحكايه موجود يا اخويا، هو موجود وإحنا باش نقاوموا بثقتنا بالله. راهي قبل ما تثق في اكس ولا ايغريك تقول انا عندي ثقه في محمد، عندي ثقه في امل، ثقه عمياء، الثقه في الله قبل كل شيء. ربي اعطانا باش نقولوا الثقه هذه، ربي قال لن يفلح السحرة، يعني لا عنده سي يعني النهاية حتمية. لن يفلح برشا برشا بالحق تو يسمعوا فينا وأثر فيهم الموضوع. أنا متأكدة أنا متأكدة تو برشا يسمعوا فينا وأثر فيهم برشا الموضوع، ما تتأثروش بالحق، عيشوا حياتكم. وبرشا قالوا لنا، قالوا لنا راكم عاملين لكم وسحرينكم واوي، اسمع منه عادي من غادي وعيش حياتك طبيعي وانساها الحكاية، وتشوف ربي باش يحلك ببين الخير إن شاء الله. لا اللي يعتمدوا عليها حظيمي المشعوذين اللي يعتمدوا عليها. عمرك بيدك فلان ولد فلان في العظمة. لا لا البدعة اللي يعتمدوها ديما في يعني في طريقة الكلمة، فلان ولد فلانة، عندك إنسان قريب منك برشا وصاحب يدعي إنه يحبك ولكن هو قاعد يحفر لك، يخليك أنت محطاط من جنبك الكل، فهمتني؟ بالحق يخليك محطاط على جنبك تتلف، لا 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 ما تسمعوش، يقول لك أعز أصحابك راهو قاعد يعمل لك وقاعد على الاخبار. يا ودي اعطونا من السحر، خلينا نشوف خيال بجنب المخ. يلا ملك بربي يجي يجي ملك، يلا صفقه الملك، خليها تاخذ الميكرو. يلا ملك دوزي رفقكم تو سويت في موجز الاخبار. محمد دقيقتين يحب يسغلهم، اجا ملك خذ الميكرو خاطر محمد مش يلا يلا عرف خليها اجا ملك. قول على السلامه للعباد وما وصلتش الميكرو. ملك بحذا